طيب أول حاجة إن شاء الله نبتدي مع بعض. أولا مرحبا بكم إن شاء الله في العام الدراسي الجديد، إن شاء الله تكون بداية سعيدة يعني في ظل كوفيد 19. يعني هو ادانا بصراحة تجربة جديدة إن إحنا نتعاون مع بعض من خلال الأونلاين ليرنينج أو دي ليرنينج. فإحنا إن شاء الله نحاول نظبط إن إحنا يعني الديستانس اللي ما بيننا دي نحاول نقربها، إن إحنا نحاول الترديشنال ميثود في الليرنينج ان احنا نقرب المسافات ما بينها، ونحاول نتبع بروسيس تدينا نفس الاوتبوتس اللي احنا بنرغوها من الفيزيكال كونتاكت بيننا وبينها. الاكاديميه هي عملت طبعا هو مش اكاديميه بس، كل الجامعات مصر عملت مزيج ما بين التعليم الاي ليرنينج والفيزيكال ليرنينج. فهو يمكن في الاكاديميه شويه عندكم الاونلاين ليرنينج اكتر كتير من الفيزيكال ليرنينج. فاحنا ان شاء الله الميكس ده هنحاول نظبطه بحيث ان ايه نطلع مخرج للطالب في تعلم البيلدينج تكنولوجي بالذات. هو من حاجات صعبه جدا في الاونلاين، بس هنحاول نقرب المسافات دي شويه بطرق مختلفه. انا اولا معاكم احمد عبد الرسول، مدرس في قسم العماره هندسه شبرا، ومنتدب معاكم في الاكاديميه البحريه. بيلد تكنولوجي 1 هو من احد البروجرام او الكورسز اللي انا بدرسها معاكم في الاكاديميه، هو بيلد تكنولوجي 2. اول حاجه احنا بس عايزين نتكلم فيها الكورس بتاعنا بيشتغل ازاي. اولا احنا هنشتغل على مراحل معينه. عندنا المفروض ان في موديل في او اللي هو البرنامج موديل في الاكاديميه المفروض انها مفعلاه. بصراحه في شويه مشاكل فيه انا يعني مش عارف اتعامل معاه بشكل مستمر، بس الى ان الدنيا تتظبط فيه احنا هنشتغل على السيكولوجي. ده المين ستريم بتاعنا، يعني هذا المين ستريم في الاونلاين كونتاكت ما بيننا وبينكم هو سيكولوجي. المفروض مهندسه سلمى مشهوره عملت لنا الكورس بتاعنا، هيبقى موجود دائما عليه وكل الطلبه لازم تخش عليه وتخش بالاي دي بتاعها، يعني تكتب اسمها، ممكن يبقى الفيرست نيم اسمك واسم الجد مثلا او اسم الاب، والسكند نيم حط فيه الاي دي بتاعك اللي انت واخده من ايه من الاكاديميه، بحيث نبقى قادرين نتعرف عليك من خلال الاي دي. طيب احنا بالنسبه لنا هنخش على الكورس بتاعنا. ده اللي هو بيلدينج تكنولوجي 1. عندنا الممبرز بتوعنا دلوقتي كام واحد؟ عايزين نشوف وصلنا لكام واحد. 34. طبعا في ناس لسه ما دخلتش، رجاء انت ايه تخش الكورس معانا، عشان الكورس بتاعنا ده هينظم، يعني دايما سكولوجي هو هينظم عمليه الاونلاين بيننا وبينكم. تسليمات، انتوا شايفين معايا السكرين يا جماعه؟ يعني عامل شير السكرين باينه ولا انا بس بتكلم مع نفسي؟ عشان بس تبقوا يعني الدنيا واضحه. مهندس سلمى بس تاكد لي. لا باينه يا دكتور. طيب اوكي. احنا هنقسم انتوا كطلاب كده هنقسمكم لجروبس. معانا تي اي 3، معانا مهندس سلمى ومهندس راجي ومهندس روشان. الثلاثه دول هيبقى كل واحد معاه مجموعه من الطلاب هيتابعهم طول الترم او طول الايه الكورس بتاعنا. المجموعه دي هو دايما هيبقى مسؤول عنها، هقول اسماء الطلاب ده كمان شويه او في اخر المحاضره. بس هي القصه كلها عشان عمليه تنظيميه، تبقى انت عارف مين الفولو بيعمل فولو اب معاك في خلال الكورس بتاعنا. السكولوجي ده هيبقى بلاتفورم احنا كلنا هنتجمع عليه عشان نشوف اي انستراكشن نازله، اي تسليمات سبمشنز هتحصل، هتحط لك اساينمنت هترفعه عليه، بكل القصص دي هتبقى شغال عليه. كل التقييمات كلها يعني كل الجريدز بتاعتك كلها هتبقى على السكولوجي نفسه. طيب احنا في السكولوجي هتلاقي يعني انت عايز تشوف بقى الكورس الماتيريالز اللي انا بنزلها، انا انزلها لك دايما بالويك. انا عندي ويك 1 عندنا فيه المحاضرات الفلانيه، ادي ويك 1 مثلا اللي احنا فيه. كل ويك هتلاقي اثنيني بنزل لك فولدر فيه محتويات الويك ده. فويك 1 عندنا مثلا ادي المحاضره بتاعتنا، اللينك بتاع زوم دايما مهندس سلمى مشكوره هتحط لنا اللينك، وهنزل لك الاساينمنت اللي انت هتسلمه في اليوم ده، وهنزل لك المحاضره اللي اوريدي انا هعرضها لك دلوقتي. فانت تقدر في اي وقت ترجع تشوف المحاضره بي دي اف، وبرضه هنعمل ان شاء الله نرفع الفيديو بتاع المحاضره ونحط لها لينك كذلك بعد انتهاء المحاضره باذن الله.
طيب دي قصه الايه المحاضرات. قصه الاسايمنت، انت انا هحط لك اسايمنت. الاسايمنت هيبقى على مرحلتين. المرحله الاولى انت الاسايمنت بتاعك المفروض يبقى فيه حاجه اسمها كلاس وورك والهوم وورك، برضه هتعمل معايا نفس القصه، ان يبقى هي عندك جريد للكلاس وورك. ان انا طالب منك بعض الحاجات تعملها في كلاس وورك، بمعنى ان انت هتقعد تشتغل في الفتره المحدده للكورس بتاعنا من 8:30 ل 2، هتقعد تشتغل الفتره دي. ففي الفتره دي هتطلع المنتج، المنتج ده هتسلمه لي بالموبايل، تصور لي الشيت بتاعك بالموبايل وترفعه عشان اديك تقييم الكلاس وورك. وبعدين يبقى في جزء الهوم وورك. جزء الهوم وورك ده بعد ما تخلص القصه كلها، ان انا بخليك الهوم وورك ده تسلمه المره اللي بعدها. يعني ممكن انا النهارده المره الجايه في محاضره ثانيه، يبقى في وقت قبل المحاضره تخش حضرتك مشكورا كده تسلم الشيت نفسه على الايه، على البلاتفورم، عشان اديك الجريد بتاعه الهوم وورك. طب جريد الهوم وورك دي بتبقى ازاي؟ بتبقى على التوتال، يعني بمعنى ايه؟ بتشمل الكلاس وورك والهوم وورك مع بعض، ما بتشملش جزء واحد، لا بتشمل الشيت كله على بعضه من اول لاخر. بعمل ري ايفالويشن للشيت كله على بعضه من وان جريد. طبعا كل التفاصيل دي بعد كده ممكن نناقشها مع بعض لو في اي مسكونسبشن او حاجه مش واضحه انا قلتها. طب نيجي نبص بقى لايه؟ محتويات الكورس بتاعنا. احنا بيلد تكنولوجي، يعني من الحاجات المهمه جدا في المهندس المعماري لازم يعرفها، ويعني نقول نقدر نقول 90% من المهندسين المعماريين بيشتغلوا في البيلدنج تكنولوجي والاكسكيوشن، يعني الحاجات الخاصه ب التصميمات التنفيذيه والشغل الاي تنفيذ. و10% هم دول اللي قلما بيشتغلوا في الديزاين، الديزاينر. طبعا عارفين ان 10% احنا بنتكلم كويت يا جماعه. عندك ناس بتعمل ديزاين دول بيمثلوا 10%، لان انت مش محتاج اكتر من كده اصلا في السوق. فبالتالي الماركت هيجذب 10% منكم بس، هو مش عايز اكتر من كده، لان هو اوريدي مرحله الديزاين بروسيس هي مرحله وقتيه بتاخد وقت قليل عن مرحله الايه؟ الكونستراكشن ومرحله اعداد الرسومات التنفيذيه. فبالتالي هتلاقي احنا كمهندسين في 10 مننا هيبقوا ديزاينر، والباقي لازم هيشتغل تحت الايه؟ فكره البيلد تكنولوجي وعمل اعداد الرسومات التنفيذيه. طيب بيلد تكنولوجي ده بيفيدنا في ايه؟ يعني هو علم اساسي. شويه سكرين. انا دلوقتي شايف سكرين باوربوينت. اعتقد هي مش باينه. ايوه. هي سكرين كده وضحت معاكم؟ اه تمام. احنا بنقول البيلدنج تكنولوجي هو كترم يعني بمعني بحاجه اساسيه، اللي هو التعبير الفيجوال عن العلاقه ما بين الديزاين بروسيس. احنا قلنا في ديزاين بروسيس وفي تنفيذ اكسكيوشن. العلاقه ما بين الاثنين دول هو الفيجوال ابروتش لتنفيذ العلاقه دي او تفسير العلاقه دي. فبالتالي هو بيهتم بمبادئ اساسيه اللي بتحكم عمليه ايه؟ تنفيذ المباني، الاليمنتس والكومبوننتس المتعلقه بالمباني نفسها، ازاي المبنى ده الاستراكشر وايز بتاعه شغال ازاي؟ يبقى كل الكلام ده بتلاقيه في البيلدنج تكنولوجي، هو بيديك اليمنتس، كل اليمنت لوحده بيشرحه. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي لو عايز افسر، حد يقول طب اكسكيوشن مهتم بايه؟ اكسكيوشن مهتم بالبيلدنج از توتال، بمعنى هيجيب لك كل عناصر المبنى مع بعضها متجمعه في لوحه واحده. انما انا في البيلدنج تكنولوجي انا بتناول كل اليمنت وكل كومبوننت منفصل. يعني مثلا هيجي يقول لك الاستراكشر بتاع المبنى ده شغال ازاي، فبالتالي هتعمل لي لوحه استراكشر بس. هاجي اقول لك الاوبننجز بتاعت المبنى ده شغال ازاي، هتعمل لي ساعتها لوحه الاوبننجز بس. البيلدنج تكنولوجي هو عباره عن بيتناول اليمنتس وكومبوننتس اساسيه في المبنى. اما الاكسكيوشن اللي انت هتاخده ان شاء الله ابتداء مش عارف عندك بيبتدي من تقريبا ليفل 4 او حاجه تقريبا او ليفل 5. ففي الليفل ده انت هتبتدي بقى تاخد الكومبوننتس اللي احنا اتكلمنا عنها دي وتبتدي تجمعها في لوحات مع بعضها البعض، وتبتدي تعمل ايه؟ تعمل كومبينيشن ما بينها وميكس ما بينها عشان تطلع لوحات تنفيذيه كامله للمبنى بتاعك. طب هدف الكورس بالنسبه لنا ان انا افهمك المبادئ الاساسيه لايه؟ والاساسيات مكونات المبنى، وازاي الاستراكشر رايز بتاع المبنى ده شغال، وازاي الفاونديشن بنعملها، وازاي في كالكوليشنز ليها، وازاي اوزعها، وازاي اوزع ستاتيكال سيستم نسميه توزيع الاعمده للمبنى، وازاي اللودز بتاعت المبنى دي شغاله اصلا على بعضها، يعني ازاي بتبتدي منين وتيجي فين،
وانا اراعي الكلام ده ازاي. بالاضافه ان انا برضو هديك الماسونري واعمال البناء والفونز نفسها بتاعت المباني اللي هو التريكس اعمال التريكس نفسها، ان انا ازاي الوولز بتاعتنا الكونستراكشن بتاع اوايز بتاعها شغال ازاي والبونز بتاعتها عامله ازاي، واخيرا بنصل الى البيلدنج انسوليشن وهو العزل في مستوياته المختلفه. يبقى الكورس بتاعنا بيغطي بصفه اساسيه هم اربع نقاط دول. هيتقسم الكورس بتاعنا زي ما قلنا، دي عندنا في ثلاثه مايل ستون اساسيين. طيب احنا زي ما قلنا الكورس بتاعنا اتقسم لجزئين، الجزء الاولاني ان احنا بيبقى عندنا هنا البارت 1 ده هو ده المحاضرات، دي عناوين المحاضرات كلها، وبعدين بارت 2 ده الاكتيفيتيز اللي انت بتعملها على المحاضره، يعني دي كلها كل الاساينمنت والاكتيفيتيز كل دي هتبقى مطلوبه منك خلال الترم كله، تقدر تعرف انت النهارده مطلوب منك ايه وبكره والمره الجايه مطلوب منك ايه والمره اللي بعدها وهكذا، انت عندك كل حاجه ديفايند من اول يوم، تبقى عارف انت هتسلم الشيتس بتاعتك مواعيدها وتواريخها وكل حاجه عامله ازاي. زي ما قلنا احنا عندنا في اونلاين كورس، الاونلاين كورس بتاعنا او الكونتاكت ما بيننا هيبقى في الايام الموضحه باللون الاسود دي، وده بتبقى يوم ساتردي يوم السبت. اما يوم وينزداي بيبقى في عندنا الفيزيكال كونتاكت، يعني مثلا يوم 21/10 ده يوم اربع ده هنتواجد كلنا في الاكاديميه وهنتجمع هناك. اي لون بالاحمر كده تعرف اليوم الاحمر ده ده الفيزيكال كونتاكت بيننا وبينك، واللي هيبقى على طول هنتقابل فيه في الاكاديميه. احنا عندنا نقطتين، النقطه الاولى الاونلاين كله باللون الاسود اللي هو المين ستريم بتاعنا، اما اللون الريد ده معناه ان في فيزيكال كونتاكت بيننا وبينك احسن في الاكاديميه في التاريخ ده، ودايما هتلاقي التاريخ ده بيوافق يوم اربعه. طب المايل ستونز الاساسيه بتاعتنا الثلاثه، عندنا السيفنز ويك اكزام، طبعا الى الان انا مش واضح ليا هنعمله فيزيكال، بس هو طبعا جاي في يوم اونلاين، فهل هنشتغل اونلاين ولا لا دي هاكدها معاك وبعدين ان شاء الله يعني المحاضره الجايه او اللي بعدها هاكد معاكم فكره، ممكن مهندسه سلمى برضو تاكد لنا الفكره دي مع الاكاديميه، نشوف ان فعلا هنعمل سيفنز ويك اكزام ده هنعمله اونلاين ولا هنكتفي بال 12 وده يبقى يعني ده اونلاين وبال 12 هو الفيزيكال بس، فهنشوف فكره ال 7 ويك اكزام ده هيبقى اونلاين ولا فيزيكال. وبعدين عندنا ال 12 ويك اكزام ده اوريدي هيبقى ريسيرش جروب، انا ما بعملش اكزام بعمله كريسيرش جروب، بنعمل مجموعه من السيرشز وبنناقشها مع بعض ويحصل ديسكشن عليها وبندي عليها جريدز. وبعدين في الاخر بيبقى عندنا بروجكت بنسلمه في الاخر، وده بيبقى اي اخر تسليم عندنا في الكورس، وبعديها بيبقى في الفاينل اكزام. طب خلينا النهارده احنا يعني بنتعرف على بعض، يعني بنعرف الكورس بتاعنا كان شغال ازاي، فالنهارده هنتكلم بدرج كده المبنى نفسه والبروسس بتاعتها تشتغل ازاي. انا عايز اعمل مبنى من فروم A to Z، يعني اول حاجه عشان اعمل المبنى ده ايه المطلوب اعمله في المبنى بتاعي، او الديزاين بروسيس اللي او مش بلاش ديزاين نقول البيلدنج بروسيس او مرحله البناء نفسها بتبتدي ازاي وتنتهي ازاي، وايه دور المعماري في هذه البروسيس. هتلاقي دور المعماري هل هو دور ميجور ولا هو دور ماينور ولا هو بيخش في مراحل معينه ومراحل ما بيخشش فيها، كل الكلام ده هنعرفه من خلال البيلدنج بروسيس بتاعتنا. انا بقسم البيلدنج بروسيس بتاعتنا لثمان مراحل اساسيه. المرحله الاولى بنسميها تشويس اوف سايت او سايت سيلكشن، انا اول حاجه عشان اعمل مشروع اول حاجه لازم اختار ايه ارض المشروع فين، اشوف المشروع ده بتاعي اللوكيشن اعمله الوكيشن، ان انا احط المشروع بتاعي ده فين، يبقى دي اول نقطه مهمه لازم ان انا ايه ادور عليها. ثاني نقطه حاجه اسمها سايت انفستيجيشن، طبعا كل النقاط دي انا هتناولها بالتفصيل بس بقولها لكم بسرعه كده. بعدين بعمل حاجه اسمها سايت انفستيجيشن، وبعدين ثالث حاجه بعمل حاجه اسمها ديزاين بريف، وبعدين بعمل بومبرجي، وبخش مرحله خمسه ديزاين ديفلوبمنت، ومرحله سته كونستراكشن دوكيمنت، ومرحله سبعه بيلدنج كونستراكشن، والمرحله الاخيره اللي هي بيلدنج مانجمنت. طب ايه هي اصلا سايت تشويس، او ان انا بعمل سيلكشن للسايت ازاي او ليه اصلا؟ انا اولا عشان اعمل مشروع، فمن ضمن الحاجات الاساسيه بيزكلي ان انا عايز اعمل اعرف المشروع ده نوعيته ايه. انا لو هعمل مشروع تجاري غير ما هعمل مشروع سكني ريزيدنشال غير ما هعمل مشروع ادمنستريتيف، ليه؟ لان هيختلف في السايت سيلكشن بتاعي، او هعمل مشروع اندستريال حاجه فيها مصانع، ليه اختلاف السايت هيختلف ليه؟ هنفترض مثلا عندي اربع مواقع على الخريطه بتاعتي الماب دي،
الاربع مواقع دول، الموقع الاولاني والموقع الثاني والموقع الثالث والرابع، ايه الاختلافات ما بينهم؟ حد يقدر يقول لي مثلا الموقع الرابع ده يختلف ايه عن المواقع الثالثه الباقيين؟ ان هو بعيد عن ان هو في مكان لوحده وبعيد عن الزحمه والاماكن وكده. تمام قوي، حلو قوي. احنا قلنا في مكان لوحده بعيد عن الزحمه والازدحام داخل المدينه، ده معناها ان الموقع ده يصلح ايه، كوميرشال ولا اندستريال ولا ادمنستريتيف ولا هاوزنج؟ اندستريال. ماشي، ممكن اندستريال. ممكن ايه تاني؟ كوميرشال. كوميرشال، تمام. يبقى انا استبعدت الحاجات اللي فيها ايه، اللي فيها ازدحام، اللي هو الهاوزنج مثلا او حاجه ادمنستريتيف. انا ممكن، يبقى انا بالنسبه لي التشويس بتاع الموقع مهم جدا في تحديد نوع النشاط. انا النشاط، يبقى انا اول حاجه بعد، انا عارف النشاط بتاع مشروعي طبعا اول حاجه، انا مش بجيب الموقع بعدين احدد النشاط، لا انا بجيب الاول النشاط ايه، المشروع، وبعدين احدد بناء عليه الايه، اللوكيشن. فبالتالي انا لما هاجي اعمل هاوزنج اكيد مش هختار رقم 4 للهاوزنج، الا اذا كنت عايز اعمل حاجه براري بقى، وحاجه بسميها زي، عارفين اوروبيان فيليج او الحاجات اللي اتعملت الريف الاوروبي والحاجات دي، اتعملت اكنها حاجه رورال وحاجه في الريف، فاتعملت انها على اطراف المدن. بس الهاوزنج الاساسي اللي فيه ناس بتبقى متعايشه ديلي يوميا وراحه، وفي تريب من الهاوزنج للشغل، عمرها ما تسكن على الاطراف بهذا الشكل وبعيده جدا عن قلب المدينه اللي فيها كل الايه، الحياه. فبالتالي اختيار الموقع من الحاجات الاساسيه جدا المهمه اللي بتخليني ايه، احدد انه موقع مناسب لمشروع. حاجه زي اللي في النص ده، ده ممكن يشتغل هاوزنج كويس جدا، ممكن يشتغل كوميرشال على سكيل صغير، يعني مش هعمل مول تجاري ضخم في قلب المدينه اللي هيسبب كراودنس وهيسبب ازدحام كبير. يعني مثلا انتوا ما بتنزلوا طلعت حرب وتنزلوا مناطق وسط البلد، انا ما اعرفش طبعا الجيل بتاعكم بقى ينزل المناطق دي ولا لا، بس جدا كان بينزل. يعني انا المناطق دي ما بقتش احب انزلها خالص، مع اني كنت احب جدا اروحها، يعني مثلا من 10 سنين فاتوا كانت المناطق دي حلوه جدا بالنسبه لي ان انا اروحها واتسوق فيها. دلوقتي ما بقدرش اروحها اصلا. ليه؟ اول مشكله عندي تقابلني تبقى ايه مثلا تفتكروا؟ الزحمه. طب الزحمه دي مشكلتها في ايه بالظبط؟ الباركينج، ان انا مش عارف اركن عربيتي فين، ان اساسا ما تعرفش تنزل الناس اللي معاك وبعدين تمشي ترجع لهم تاني، تلاقي قصه صعبه جدا في ان انت تخترق المدينه دي او تعمل بنتريشن للمنطقه دي عشان سبب كوميرشال، او عايز تشتري حاجه، حاجه اشتريتها دي عايز تحطها في العربيه، همشي بقى قد ايه عشان اشيل حاجه على كتفي او في ايدي عشان اوصل لعربيتي؟ فبالتالي بتعمل لي مشكله جدا في عمليه الكوميرشال. المنطقه توصل بقى تلعبها بقى المنطقه اللي فيها اصلا هول سيل، كلها هول سيل ماركت. انا مش فاهم الى الان الدوله ليه سايباها، انت اصلا كل الناس اللي بتخشها بتخش اما بتراكس اما بعربيات ضخمه عشان تشيل وتطلع بضائع، او حتى الشخص العادي اللي بيروح يشتري حاجات بيحتاج فيها عربيه عشان تنقل له شغله. فبالتالي انت اوريدي المنطقه دي صعبه جدا في التعامل معاها في المناطق الكوميرشال، وان كانت موجوده في الاربن كور الاولد بتاعنا يعتبر القديم، ولكن هي غير مناسبه اطلاقا على اختيار لعمليه الوصول ليها. في ناس هتقول لي هي مناسبه عشان فيها المترو ومش عارف ايه، طب ما كل المترو وكل الكلام ده ممكن يتوفر في اماكن بعيده لحاجات كوميرشال، ولكن نسبة كام في المية من الأشخاص بيستخدموا المترو عشان يروحوا العتبة؟ قليلين. ليه؟ لأن هم معنيين بالتجزئة، الحاجات اللي هي بتتباع بنسميها إيه؟ بيرسونال، مش أشخاص استخدام اندفيدوال يعني. إنما الناس اللي شغالة على سكيل كبير وبتجيب الحاجات بالجملة، الهول سيل ماركت نفسه ما بيشتغلش بالأسلوب ده، ما حدش بيستخدم فيه لا مترو ولا بابليك ترانسبورتيشن أصلاً. كل اللي بيستخدمه بيستخدم فيه اي تراكس و برايفت كار، سواء ان هو استخدم عربيته الخاصه في نقل الحاجات اللي اشتراها. فبالتالي من الحاجات المهمه جدا التفكير فيها هو السايت سيلكشن، بيبقى واضح جدا دور مين بقى هنا، اللي بنسميها الايجنتس بتاعنا هنا. اول حاجه بيبقى في ممثل للمالك، او بنسميها كلاينت ريبريزنتيف، اللي هو الممثل للمالك لازم بيبقى معاك عشان يختار الموقع بتاع مشروعه، بلس بشكل اساسي الاركتكت هو ليه دور اساسي في اختيار السلكشن. طبعا الاركتكت هنا بنسميه اربن بلانر، يعني ما بيبقاش اركتكت بمفهوم المعماري. يعني مثلا انتوا عارفين الدرجات العلميه، كليات الهندسه بشكل عام بتدي بكالوريوس في الهندسه المعماريه، عندك في كليه متخصصه في
التخطيط زي كليه التخطيط العمراني جامعه القاهره، هي متخصصه بتدي الدرجه دي بس، ودرجات ثانيه الاربن ديزاين واللاندسكيب والحاجات دي. ولكن المهندس المعماري هو بيقدر يبقى في نطاق البكالوريوس اللي خده، ان هو يشتغل كاربن بلانر، ممكن يشتغل اربن ديزاينر، ممكن يشتغل لاندسكيبر، ممكن يشتغل انتيريور ديزاين، ممكن يشتغل اركتكت. فبالتالي هو في فاريتيز مختلفه لدور المهندس المعماري في على مستوى البيلدينج بروسيس. فالاركتكت بالنسبه لي هنا هو بالنسبه لي هو كمسمى، هو مش شرط بالنسبه لي هو اركتكت كمعماري بس، لا هو مفهوم ان هو ايه اربن ديزاين اربن بلانر. نيجي ثاني حاجه السايت انفستيجيشن. يعني ايه سايت انفستيجيشن؟ حد يقدر يقول لي كده؟ احلل الموقع اللي انا احط فيه المكان بتاعي. طيب تحليل الموقع ده يشمل ايه؟ يعني احلل الجو مثلا، الصوتيات، الحاجات دي، الارض اذا كانت تصلح ل ايوه الارض من ناحيه اذا كانت تصلح ل في خدمات ولا لا، اذا كانت زراعيه او يعني مباني او كده. يعني بقى هنا بنتكلم في نوع التربه السويل، صح؟ ايه تاني؟ لو في خدمات موجوده او لا، يعني كهرباء ميه بالظبط كده، الالكتريستي بتاعتي فين، والبروفيشن نسميها يوتيليتيز بروفيشن، ان انت بتديني كهرباء فين، بتديني ميه فين، بتديني تليفون لاين فين. ايه تاني؟ احنا كنا بنتكلم يعني ينفع اوصلها لا، يعني في طرق حواليها انا ازاي الاكسسبيليتي بالروتس اللي حواليها او الراوتس اللي حواليها دي، انا هوصل للمكان ده ازاي؟ ده من الحاجات الاساسيه جدا موضوع ايه الراوتس، ان انا ازاي اوصل للمنطقه ديت. يبقى ان انا ازاي ادرس طبيعه التربه نفسها ونوع السويل اللي انا هبني عليه، عشان المبنى بتاعي هاي رايز بيلدينج هتنزله تربه نوعها ايه، او لو انا مثلا عايز اعمل مبنى هاي رايز بيلدينج والتربه بتاعتي تربه طينيه، الاقي نفسي ايه يعني الموضوع صعب جدا. ليه؟ لان انا هضطر اعمل احلال للتربه، والتربه نفسها لا تصلح للبناء. طب لو تربه رمليه، طب تربه صخريه، كل نوع تربه بيصلح بشكل او باخر لانواع معينه من المباني والاحمال اللودز اللي بتقع عليها. طب ايه تاني غير نوع التربه؟ عندنا التوبوجرافي، ان انا التربه بتاعتي هل فيها توبوجرافي ولا ما فيهاش؟ يعني في كونتور لاينز في الارض ولا ما فيهاش؟ تمام؟ فبالتالي من الحاجات الاساسيه جدا ان انا افهم التوبوجرافي بتاع التربه، لان انا ممكن مشروع فيه توبوجرافي حلوه جدا فاستخدمه كوميرشال، استخدمه ريزيدنشال وريزورت او استخدمه مثلا كلاب، ان انا اعمل فيه نادي او اعمل فيه حاجات خاصه بريكريشنال ترفيهيه. يبقى هو كاستخدام سكني استخدام صعب، لان الناس هتفضل تطلع وتنزل، الموضوع هيبقى صعب. يبقى اكتر حاجه تناسبه ريكريشنال اكتر من حاجه ثانيه. قلنا السبلاي اليوتيليتي سبلاي بتاعي، انا دلوقتي عندي فين خط الكهرباء؟ لو انا مصنع ممكن انشئ المصنع بتاعي في الديزرت في الصحراء بس، ولكن في عندي مشكله ان انا اعمل بروفيجن للالكتريست، ان انا عشان تكلفه بس نقل خط الكهرباء للمصنع ده هتكلفني ثمن المصنع واكثر. فبالتالي يبقى من الموضوع مهم جدا ان انا افهم السايت اللي انا اخترته ده، انا عشان اوصل له جميع المرافق بتاعتي انا هتكلف قد ايه، هتكبد ماني قد ايه عشان اوصل واعمل بروفيجن لليوتيليتيز بتاعتي. يعني ده من الحاجات المهمه جدا، افهم طبيعه السايت ده واليوتيليتيز المحيطه بيه. ونقطه الروتس طبعا، وقلنا الاكسبيليتي، ان انا ازاي اقدر اشوف المشروع بتاعي، هل هو كونكتد بروت واحد ولا تو روتس ولا اوريجينال روت ولا على لوكال روت. طبعا لان كل الكلام ده لو انا مثلا مصنع يبقى لازم يبقى مرتبط مثلا بشبكه ريجنال، لان هو بيخدم اقليمي ما بيخدمش على محيط اللوكال. انما اتكلم في كوميرشال كذلك برضو عايز حاجه ايه على ريجنال رود. طب لو انا هعمل هاوزنج ده سهل جدا ان انا اعمل على اللوكال واشتغل على الرودز اللوكال. طب مين بقى الايجنتس الاساسيين في المرحله دي؟ عندك برضو ممثل المالك او بيبقى يعني مهم جدا وتواجده في عمل سايت انفستيجيشن، بلس بشكل اساسي الاركتكت والانجينيرز الديسيبلينز المختلفه، لان طبعا السبلايز بتاع الكهرباء بيشوفها مهندس كهرباء، موضوع الطرق بيشوفها مهندس مدني، هو في تخصصه.
عندك الاركتكت هو في بتاع سويل، مهندس سويل يشوف السويل بتاعته التربه ويقول لك نوعها ويبتدي يعمل لك انفستيجيشن لطبيعه التربه وتحمل احمال قد ايه. يبقى هنا في شبكه كبيره من المهندسين بيتعاونوا مع بعض، في كوبريشن كبير ما بينهم بلس وجود الكلاينت عشان تقول له الفيدباك. الكلاينت هنا دوره بس تقول له والله الموقع ده هيكلفك قد كده عشان نوفر 1 2 3 4، او الموقع ده محتاج ناخد فيه ديسيشن عشان في كم في مشاكل ما في اختيار الموقع، او في اوريدي بوتنشال للموقع ده بس البوتنشالز الموجوده دي تناسب مثلا استخدام اخر غير اللي انت جايبه ليه. فبالتالي الكلاينت هنا هو دوره ان يدي ديسيشن ميكنج بناء على التحليل اللي طلع من وصله المهندسين والمهندس المعماري. نيجي بعد كده ثالث مرحله عندنا هو مرحله ديزاين بريف. هات ديزاين بريف دي معناها ان انا بعد للمشروع بتاعي الدوكيمنت الاساسيه للسيم بتاع المشروع. يعني مثلا انا هقول المشروع بتاعي كوميرشال، طب انا عايز احط رؤيه للمشروع كوميرشال ده يبقى ايه؟ ما كوميرشال مليان يعني عناصر كتيره جدا مختلفه، فانا محتاج حد يجي يقول لي الكوميرشال بتاع ده يا جماعه انا عايز اعمل مشروع كوميرشال، عايز اكسب من ورا الكوميرشال، اعمل ايه هنا؟ فبالتالي هحط لك رؤيه، طب اعمل مول ولا اعمل جزء فيه عيادات ولا اعمل جزء فيه مثلا سيم بارك ولا اعمل جزء فيه مش عارف بارك مثلا معديه خالص. فكل الفيجنز دي الرؤى دي بيجي المهندس بيجي يقعد ايه يفكر فيها ويبتدي يديك فيجن رؤيه معينه ويبتدي يديها للكلاينت، ويبتدي الكلاينت ده ايه ابتدي اقول له لا والله المشروع الحاجه دي انا اقدر اوفر لها ناس تدعمني فيها، ده الحاجه اللي انت اخترتها دي انا ما اقدرش اوفر فيها ناس تدعمني فيها. فبالتالي كل النيجوشيشنز دي بتحصل ما بين مين ومين؟ تفتكروا مين؟ هل كل المهندسين هنا بيشتركوا فيها ولا مين اللي بيشترك فيها؟ المعماري وكلاينت. المعماري وكلاينت. المهندسين الاخرين ما لهمش اي دور في الموضوع ده خالص. يبقى هنا المين رول هنا اللي قاعد ومنكب على الشغل ده كله هو المهندس المعماري، وقاعد عمال بيشوف الرؤى المختلفه، بيشوف الدنيا وصلت ايه، في عمل المشروعات المشابهه ويدرس كل الفيجنز اللي ممكن يطرحها على المالك عشان يجذب الكاستمرز ليه. لان انا ممكن اطرح اقول لك مشروع تجاري واحد عامل لي شويه محلات لا تناسب الماركت اصلا، يعني يقول لك اعمل لك كوميرشال يعمل لي محلات 3 في 2، مين هياخد محل 3 في 2؟ مين براند هيجي ياخد محل 3 في 2؟ فبالتالي هو ما درس المحل قصدي الريتيلز اللي هو عملها، ما عملش فكره الريتيلز اللي تسمح انها تشتغل على براندز معينه او تجيب عائد استثماري المالك كان عايزه في الفتره اللي عايز يشتغل فيها المشروع. فبالتالي دي مرحله من المراحل الهامه جدا اللي بتحدد مسار المشروع. بيحصل فيها بقى ايه حاجه اسمها دراسه يعني دراسه اقتصاديه وفيزابيلتي ستادي والى اخره عشان نعمل المرحله دي. المرحله دي ما بتعملش معزل عن الفيزابيلتي ستادي. خش المرحله الرابعه بقى هي مرحله الافون بروجي. افون بروجي يعني ايه يا شباب؟ يعني ما بعد التصميم او كده؟ ما بعد التصميم؟ بتقولي ما بعد التصميم ولا بتقولي ايه؟ بخمن يعني. ما بعد التصميم. طيب انت مين معايا اسمك ايه؟ انا مصطفى رفعت. اوكي هنا. طيب حد تاني عنده فكره تانية يعني ايه افون بروجي؟ غير هنا؟ يا شباب سمعتهاش قبل كده طيب؟ لا بصراحه. انت حاطط ديزاين ممكن يبقى مثلا درافت او سكتش للبيلدينج. تمام، يعني هو حاجه فيها درافتنج او فيها سكتشز للبيلدينج. معناها ايه؟ ان انا عايز اعمل البيلدينج بتاعي، عايز اعمل له نسميها رسومات ابتدائيه او انيشال سكتشز للمبنى المشروع. زي الصوره اللي قدامنا، انا عايز اعمل مبنى سكن، فهعمل له مثلا برسبكتيف، اعمل له بلانات، اعمل له وجهات، اعمل له قاعات، ده اسمه الافون بروجي. الافون بروجي ده بيحدد بناء على مين؟ المرحله اللي قبلها على طول اللي احنا قلناها اسمها ايه؟ يا شباب
design brief. Design brief انا بعد ما بخلص design brief بطلع حاجه منها حاجه اسمها program. بعمل البروجرام للمشروع. البروجرام ده بترجمه لسبيسز او فراغات فيزيكال في مقترح اسمه الافون بروجيكت. بقدم لك بروبوزال مقترح لتصميم المشروع ده يبقى شكله عامل ازاي. فالتصميم المشروع ده بقدم لك فيه بلانات، بقدم لك فيه واجهات قطاعات، والناس عشان تفهم كل البروجيكشنز اللي انا عاملها دي لازم اقدم لهم فيهم ايه 3D perspective عشان يبتدي يشوف فيجواليز اللي هو ايه او فيرتشوال موديل للمشروع عشان الناس تبتدي تفهمه تشوفه في البعد 3D شكله عامل ازاي. هو هنا بيقدم ايه؟ بيقدم سولوشن للبروجرام. البروجرام ده اي تصميم في الدنيا هو بيقدم سولوشن لحل المشكله. انا يعني ايه حل المشكله؟ يعني انا عندي مجموعه عناصر مع بعضها، بحاول ازاي مجموعه العناصر دي عشان تشتغل بقول لها سولوشن انها تبقى موجوده مع بعض في نفس المبنى والسيركيليشن ما بينها بيتحل ازاي. وده طبعا ده كله انت بتشتغله فين؟ في الديزاين. انت خدت الديزاين، ما اعرفش انتوا خدتوا الديزاين ولا لا، بس انتوا بتبتدي ديزاين 1 ديزاين 2 ديزاين 3. ففي الديزاين ده انت اوريدي بتعمل الافون بروجي، انت اوريدي شغال على فكره الافون بروجي. انت ما اشتغلتش لا ديزاين بريف، ما عملتش فيه حاجه، ما عملتش سايت انفستيجيشن، ما عملتش كل المراحل قبل كده، انت ما اشتغلتش فيها اصلا. اشتغلت على طول على مين؟ على فون بروجيه. وبديك الحاجات اللي قبلها دي معطيات، بديك معطى اقول لك والله ده البروجرام بتاعك. تعرف البروجرام ده ما طلعش من الهوا كده، هو طلع بناء على مين؟ على في مراحل قبله طلعت البروجرام ده قبل ما تشتغل. طب مين هنا بقى الكور؟ هنا الكور ايجنت هنا مين؟ الاركتكتشر. الاركتكت هو الوحيد اللي مسؤول عن المرحله دي، هتلاقيه هو اللي شغال في المرحله دي لوحده، وبعدين خلص مشروعه ويبتدي يديه لايه؟ للمالك. خد بص على المشروع. لا يقول له والله انا مش متصور المشروع ده كان يطلع بالشكل ده اصلا. لا ده بالعكس، انت طلعت لي فكره انا ما كنتش متخيل انها تطلع بهذا الشكل، او انت المشروع بتاعك ما فيهوش اتراكشن. يبقى هنا بتختلف بقى السكيلز بتاعه المهندس المعماري وتتباين بقى، في تباين. 10% بقى الناس اللي بتكلم عليهم، في 10% من الناس بتشتغل في المرحله دي بس على مستوى المعماريين كلهم. انت لازم تبقى عارف ان في 10% في الدفعه بتاعتكم هم اللي اشتغلوا في المرحله دي. انتوا كام واحد مثلا دلوقتي؟ الدفعه بتاعتك مثلا هنفترض انها 120 طالب. 120 بكثير قوي في 10 منهم هم اللي اشتغلوا في المرحله دي. فلازم تبقى عارف ان هو 10 منهم هيشتغلوا في المرحله دي والباقي هيشتغلوا في جميع المراحل الخاصه بالمشروع بتاعك. نخش بقى في المرحله بعد كده. احنا عملنا المشروع اوريدي، الكلاينت راضي عن الافون بروجي والبروبوزال اللي احنا اقترحناه. هيجي بقى بعد كده يقول لك والله خد بقى ايه، ده في فراغات معينه غير مناسبه. انا مثلا عايز اجيب، انا مشروع كوميرشال مثلا، بس في الكوميرشال ده انا عايز اجيب براندز بتاعت عربيات، يعني مثلا اجيب ميتسوبيشي، اجيب نيسان، اجيب بيجو، اجيب مرسيدس، اجيب بعض الماركات بي ام دبليو. فالماركات دي كل ماركه من دول بيبقى ليها حاجه اسمها ستاندرد خاصه بيها، كريتيريا او سي ار خاص بيها. تيجي تقول له خد السي ار ده وابتدي اعمل لي ديفلوبمنت للفراغ اللي انت محدده لي ده، اللي انا هحط فيه البراند بتاعي، ولازم يواكب الايه؟ الكريتيريا بتاعتي. دي بنسميها مرحله ديزاين ديفلوبمنت، ان انا بطور التصميم ليتناسب مع الايه؟ ده يعتبر كلاينت بتاعي، بس كلاينت من سب كلاينت، يعني ده كلاينت ليا، بس انا الكلاينت ده بنسميه ان هو ايه؟ اوبريتور للفراغ اللي انت هتشتغله. زي مثلا الفندق، انا عايز اعمل فندق 5 ستار. ما ينفعش اعمل فندق 5 ستار وانفذه كمهندس معماري بدون ما اجيب الاوبريتور بتاع الفندق. الاوبريتور ده لو شخص بيجي يشغل الفندق، انا مثلا هجيب هيلتون، فبالتالي لازم هيلتون تيجي معايا وانا قاعد بعد ما عملت الافون بروجي، تيجي تقعد تقول لي والله الهيلتون ده انا عندي ستاندرد مقاس الغرفه لازم اقل بعد فيها كذا واطول بعد فيها كذا، الحمام لازم يبقى كذا في كذا وهكذا. اديني بعض الكريتيريا المهمه جدا اللي لازم امشي عليها عشان اديهم المشروع بتاعي يناسب احتياجاتهم ويناسب الستاندرد بتاعتهم. دي بنسميها مرحله ديزاين ديفلوبمنت. طب مين تاني؟ هل بس كلاينت كمان؟ هل بس البراندز اللي بتيجي تتحكم معايا؟ لا، في حاجه تانية. حد يعرف؟ حد عنده اي معلومه في الموضوع ده؟
مفيش. طيب الحاجة التانية ان انا عندي مين بيشتغل معايا يا جماعة تاني غير المهندس المعماري؟ مين المهندسين؟ مهندس ايه؟ مدني. كيف الانجينير ايه تاني؟ مين؟ الكهرباء. ميكانيكا. تمام. ايه تاني؟ في حد تاني؟ ميكانيكا ممكن؟ ميكانيكا. ميكانيكا الانجينير. بالثلاثة الديسيبلينز دول مهمين جدا معايا في الشغل. على فكرة الثلاثة الديسيبلينز دول هما ميجور. يعني ميجور يعني ممكن يتفرع منهم مهندسين اخرين تحت الديسيبلينز بتاعتهم. ولكن هما الثلاثة الميجور دول هما مهمين جدا معايا في عملية الديزاين ديفلوبمنت. ليه؟ لان انا قد يكون اعمل وانا بعمل مثلا عندي مجموعة حمامات متهوية على شافت او دكت. بعمل دكت انا في المبنى وههوي عليها الحمامات دي. يقول لي والله مهندس ميكانيكا يقول لي الشافت اللي انت عامله ده ما يهوي لا يصلح لتهويه التويليتس اللي انت عامله. ليه؟ لان انا هعمل شافت وهعمل فنتيليشن وهعمل ميكانيكال اكويبمنت وهعمل داكت. الكلام ده كله ما يمشيش في الداكت اللي انت عامله. فبتيجي يقول لي والله الداكت ده كبره شويه عشان ايه يناسب طبيعه الايه الوظيفه بتاعه الداكت ده. يجي مهندس الطرق يقول لي انت عامل لي عرض الطريق 5 متر على الرغم ان انت هتركك عربيات يمين وشمال. ده لا يصلح واصلا ديزاين كريتيريا للكود اصلا ما بيقول ده كل عن 6 متر وفي كود ثاني تقول لك 7 متر. فبالتالي لا انت لازم تكبر لي عرض الطريق ده عشان يتناسب مع الفانكشن اللي عليه. يجي مهندس كهرباء يقول لي انت عامل لي غرفه كهرباء 2 في 2 وانا عايزها اصلا 4 في 4 فاللي انت الغرفه اللي انت مديها لي لا تصلح. فبالتالي بيحصل نيجوشيشن على توزيع اليوتيليتيز داخل المبنى وازاي اوفر اماكن للسبلايز بتاعه اليوتيليتيز المختلفه للمبنى بتاعي. فالمبنى بتاعي هو مش هو لازم تحس المبنى بتاعك ده هو عامل زي الانسان. بليز بيحصل له بيسنج بياكل وبيشرب. هو مش مجرد بيلدينج وشويه مباني وخلاص. لا هو بيحصل له فيدنج للكهرباء، بيحصل له فيدنج للميه، بيحصل له فيدنج للناس كلاينتس الناس اللي داخله. هو مبنى حي، مبنى عمال متعايش وشغال. لو هو ما فيهوش اللايفنس دي هو اوريدي المبنى بتاعك مش هيشتغل. فبالتالي كل الديسيبلينز بتاعتك لازم تجتمع عليك في مرحله ديزاين ديفلوبمنت بلس الكلاينتس اللي هم خاصين بالاوبريتورز والى اخره يخشوا معاك عشان يعملوا المرحله دي. دي طبعا بتبقى مرحله من المراحل الصعبه جدا. الناس على فكره اللي شغالين ديزاين بس بيبقوا صعب يخشوا المرحله دي، ما بيعرفش يلاقي نفسه بيتوب اللي هو كان متعود يشتغل ديزاين بس. ما اشتغلش فيها قبل كده، لما اللي اشتغل فيها ده بيبقى عارف هي المرحله زي ازاي من المراحل المهمه جدا اللي بتخلي المشروع بتاعك اون تراك. يعني بتقول لك المشروع ده اللي هو عمله ديزاينر ممكن اخده ارميه في الجاربج لا مؤاخذه يعني، او اخده ينفع ان انا احط فيه بعض الاعتبارات دي والمشروع بتاعي يشتغل بيرفكت في الطبيعه. فبالتالي المرحله دي لو ما فيهاش ناس عندهم اويرنس عالي المشروع بتاعي ممكن يا اما يحصل له فيل او مشروع ينجح. فهي من مشروع من مراحل الترانزيشنال المحوريه جدا في عمل المشروع. طبعا المرحله دي هي بشكل اساسي زي ما قلنا بيبقى في ممثل للمالك عشان يديني ستاندرد للفراغات المعينه. يبقى عند الاركتكت هو الاساس، هو الراجل اللي عمال يعمل كل مراحل التنسيق ده، هو محور المرحله دي وكل الناس حواليه شغاله. هو عباره هو بالنسبه لي هو الكور، كل الناس بالنسبه عماله شغاله معاه. يعني ما ينفعش يجي مهندس كهرباء يقول للمهندس مدني حاجه بدون ما يعدي الاركتكت. مين بيوصل المسج دي؟ هو الاركتكت. يقول له والله انا مهندس المدني قال لي انا الطريق ده انا عايز عرضه قد كده. فبالتالي هنكبر الطريق ده، فيروح راجع بالرجوع تاني المهندس كهرباء يقول له والله الطريق ده كبرناه فزود لي الاضاءه بتاعته. الإضاءة بتاعته هتبقى ضعيفة فيعمل لي توزيع إضاءة يناسب الطريق اللي اتغير. فمين اللي عمل الترانزيشن ده أو مين عمل الكونتاكت ده؟ هو مهندس المعماري. هو اللي عمل الإيه؟ دايماً الكوردينيشن ما بين كل الديسيبلينز وبعضها. عشان كده مهندس المعماري من المهام الصعبة جداً اللي ما بيخش المشروع المكتب ما بيسيبوش من أول ما اشتغل لحد نهايته. نخش بعد كده المرحلة السادسة وهي مرحلة الكونستراكشن دوكيمنت. انت خلاص الموضوع بتاعك بقى سيتلد وبقى فيه كل حاجة فيه ويل ديفايند، عندي فراغات معرفة وكل فراغ واخد كود معين ومسمى معين والفانكشن بتاعته محددة
فابتدي بنخش بقى مرحله الكونستراكشن او الاكسكيوشن. انت خدت بيلدينج اكسكيوشن انت هتاخدوه في ليفل 4 او 5 انا مش عارف بالظبط. فده انت خلاص اوريدي بقت عندك كل الكومبوننتس بتاعت المبنى معروفه وكل حاجه سيتلد. ابتدي تعمل اكسكيوشن للمبنى وتبتدي تحدد لي كل فراغ يتنفذ ازاي وتشطيبه وارتفاعاته ونسبه كل الكلام ده والفينش بتاعته والكونستراكشن وايز بتاعه شغال ازاي في مرحله الكونستراكشن ده. الكونستراكشن دوكمنت بيعدها طبعا المهندس المعماري بصفه اساسيه وهو بيبقى كوردينيتور كل الديسيبلينز. وعندي مهندس الكهرباء ومهندس او بنسميهم مهندسي الالكتروميكانيكال اللي هو كهرباء او الام اي بي يعني اللي هم الميكانيكال والالكتريكال والبلامبنج. نخش بقى المرحله اللي قبل الاخيره محل البيلدينج كونستراكشن. ان انا عايز ابني المشروع انا خلاص بقى عندي رسومات بتصف المشروع ده وعايز الدوكيمنت دي عايز اطرحها بنسميها حاجه بتطرح للتنفيذ. يعني ايه اطرحها للتنفيذ؟ يعني بديها لحد ايجنت جديد هيخش معايا عشان ياخد المشروع ده يطلعه للطبيعه. مين الايجنت الجديد ده يا جماعه؟ حد يعرفه؟ مين الشخص الجديد اللي هيخش معانا دلوقتي غير اللي اتكلمنا فيه؟ عمال. مين بقى اللي بيمسك العمال دول؟ اسمه ايه؟ المهندس المدني. لا مهندس المدني معايا اصلا مهندس تنفيذ المقاول بالظبط كده. عندي الكونتراكتور المقاول بيخش ايجنت مهم جدا في عمليات تنفيذ المشروع هو المقاول. المقاول ده لازم يبقى كواليفايد. عندنا طبعا اتحاد المقاولين بيصنف المقاولين من فئه 7 لحد فئه اولى. فئه اولى دي اعلى حاجه يعني. فئه 7 ده هو بياخد اعمال مثلا تكميليه او اعمال صغيره، والفئه الاولى ده بياخد مشروعات بحجم اعمالها بتبقى كبيره جدا. فطبقا لحجم الاعمال المشروع بتاعك بتحدد فئه المقاول اللي هشتغل معاك. يعني كل فئه مقاول فلوس، هياخد معايا فلوس قد ايه عشان ينفذ المشروع. فبالتالي بيخش المرحله دي بياخد الرسومات بياخدها المقاول يبتدي يبص عليها يبتدي يسعر لك المبنى يبتدي يديك المبنى ده هينفذه بكام. المهندس المقاول ما بيخش على حسب المشروعات ساعات بنسميه الاستشاري المعماري او الاستشاري. في حاجه اسمها استشاري عام واستشاريين صف من الاستشاري العام. الاستشاري العام ده بيبقى يا اما استشاري عام يا اما تخصصه عماره او مدني. ما ينفعش اي تخصص تاني، ما ينفعش استشاري عام للمشروع كله. في استشاري عام اعمال كهربائيه ولكن مش استشاري عام مشروع. في فرق من الاثنين. استشاري عام اعمال كهربائيه ده مهندس كهرباء عادي، بس استشاري عام المشروع كله اللي بيعمل كوردينيشن المشروع كله يا اما مهندس مدني او مهندس عماره. ده اللي بيتناول كوردينيشن المشروع كله على بعض. احيانا المشروع ما بيكبر جدا زي مثلا متحف المصري يبقى ليه للمقاول نفسه يبقى في حاجه اسمها استشاري المقاول بيعمل لي وياخد كل المشروع اللي اتعمل اتعمل له كونستراكشن دوكيمنت وابتدي يراجعها وابتدي يشوف فيزابيلتي تنفيذها في الموقع، ابتدي يشوف ينفذها ازاي، ابتدي يحط رؤى لتنفيذ المشروع. لو عنده مشاكل نتيجه لخبرته لان هو راجل على طول ايده في السوق في الماركت وراجل ايده على طول شغاله في التنفيذ، فلو شايف حاجه في التصميم تتعارض مع التنفيذ هيبتدي يدي فيدباك للاستشاري اللي عمل المشروع يقول له والله انا عندي رؤيه 1 2 3 4 والحاجات دي لا تصلح تنفيذها بالطريقه الفلانيه. يبتدي يبقى في نيجوشيشن على طريقه تنفيذ المشروع من خلال ما بين الكونتراكتور او الكونتراكتور ده بتاع اي سب كونتراكتور ثانيين يعني المهم المجموعه دي ومع الاستشاري العام. فبالتالي الايجنتس الاساسيين عندي هنا هو الممثلين المالك بيبقى مهندس المالك ده بيبقى موجود بيبقى اي مالك يبقى ليه اداره هندسيه بتبقى قاعده دايما تشوف تتابع الاعمال اللي شغاله. وبتجيب ساعات شركات اداره للمشروع نفسه بتقول لك في شركه اداره هي متناوله تناول المستندات ما بين التخصصات وبعضها. طبعا كل المشروع ما بيكبر كل ما الدنيا بتتعقد وكل ما ايه بتخش ايجنتس كبيره جدا في عمليه تنفيذ المشروع. خش بقى المرحله الاخيره هي مرحله البيلدنج مانجمنت. انا خلاص خلصت المشروع ونفذته وعايز اسلمه للمالك. فمين بيسلم المشروع للمالك؟ اثنين، المقاول مع الاستشاري بياخدوا المشروع بتاعنا. تعالى يا مالك خد مشروعك اهو ويبقى مسؤول عنه. بيبتدي المالك او هو المالك بيبقى اوريدي عنده الاداره الهندسيه اللي بتبتدي تشتغل تعمل اوبريشن للمشروع.
فعشان تعمل operation لازم بقى فيه مجموعة من المهندسين مختلفين disciplines مختلفة تدير المشروع بسميها facility management أو بيبقوا يعني هم معنيين بالصيانة بتاعة المشروع ما هم بيسموه facility management إن هم في مهندس كبير تحتيه مجموعة مهندسين صغيرين اللي بيتناولوا المانجمنت بتاع المشروع ككل اوبريشن بتاع المشروع كله طبعا حد مختص بالالكتروميكانيكال ليه مهندس الاعمال الفينيشز ليه مهندس وهكذا في مجموعه مهندسين بمسؤولين عن الاوبريشن بتاع المشروع حتى وانت بتسلم المشروع المهندس ظل مع المشروع قائم لحد المشروع ده ما يعني ما يتهد لازم المهندسين موجودين اول ما المشروع هيبتدي لحد ما المشروع يفضل واقف على رجليه يفضل شغال في الماركت الى يتقفل يتقفل دي معناها خلاص ما فيش حد فيه فما فيش مهندسين ليهم دور ساعتها في المشروع او يحصل له ديمولش ان المشروع ايه يدوب فبالتالي عندنا المرحله بتاعتنا مرحله كبيره جدا انا قلت على فكره ما اتكلمتش باستفاضه على كل مرحله يعتبر كده احنا نعمل شورت كات بس عشان نفهم ان البروسيس بتاعتنا هي بروسيس كبيره جدا وضخمه احنا بنخش فيها في مراحل مختلفة كمهندسين معماريين من أول ما المشروع ابتدى لحد ما المشروع ما بيخلص. طب في كل المراحل دي بقى البيلدنج تكنولوجي فين؟ حد لاحظ تاتش فين البيلدنج تكنولوجي في المراحل اللي اتكلمنا فيها؟ عايز حد كده يقول لي هو شافنا فين في ال شاف البيلدنج تكنولوجي فين في المراحل اللي اتكلمنا فيها؟ الكونستراكشن دوكيومنت الكونستراكشن دوكيومنت احنا يعني صفه اساسيه مبنيه على البيلدنج اكسكيوشن فانت فعلا عشان مش ما تعرفش تطلع كونستراكشن دوكيومنت الا لما تطلع مين لو تعمل حاجه اسمها رسومات تنفيذيه مش هعمل رسومات تنفيذيه الا لما اكون عارف ايه بيلدنج تكنولوجي يبقى انا مش هعرف اعمل الكونستراكشن دوكيومنت الا لما اعرف بيلدنج تكنولوجي اعرف المبنى ده مكوناته ايه وعناصره ايه وكل الكلام ده لو انا مش فاهمه في الاول هعمل كونستراكشن دوكيومنت غلط البيز بتاعها غلط عشان انا مش فاهم المرحله من اولها لك فبالتالي هي فعلا اللوب بتاعنا او الكور اساسي للكورس بتاعنا بيصب في مرحله الكونستراكشن دوكيومنت تيجي بقى ننتقل لنقطه ثانيه احنا في الكورس بتاعنا هنشتغل مجموعه ادوات معروفة جدا احنا معاك المسطرة التي بتاعتك معاك النمر الرصاص كلها في جميع انواعها لو انت عايز او القلم الـ 0.5 او الـ 0.7 بدرجاته المختلفة ومعاك طبعا المثلثات والبرجلة دي الادوات الاساسية اللي انت بتحتاجها في الشغل عندنا انا يعني انا بحبس دايما استخدام الحبر نبقى الناس عايز تستخدم الحبر دي يعني ترجع لها مفيش اي مشكلة بالنسبة لي بس هو ايفورت زيادة انا مش طالبه القلم الرصاص كافي في كل الشغل بتاعك ساعات ممكن تحتاج ديفايدر عشان لو بتاخد مقاسات صغيره وعايز تعملها بالديفايدر عشان تعمل تستخدم المقاسات طب احنا بنشتغل في المشروع بتاعنا بسكيلز مختلفه المهندس المعماري معروف ان هو بيصغر المبنى بمعنى ايه المبنى عايز ارسم مبنى عشان ارسمه انا بصغر السكيل عشان يخش جوه اللوحه المهندس ميكانيكا ممكن بيعمل تكبير للاله بتاعته يعني الآلة مثلا حجمها أو يعمل مثلا صامولة ومسمار ومش عارف إيه فهم حجمهم في الطبيعة سنتي ممكن يعملهم هو على 10 سنتي هو بيكبر المعدات أنا عندي في كمهندس مدني لا أنا آسف مهندس معماري أنا بصغر عشان أدخل السيتي بتاعتي أو أدخل المبنى بتاعي لوحة بعمل عملية تصغير إحنا في البيلدنج تكنولوجي إحنا بنتكلم إن المبنى بتاعنا هيبتدي من سكيل بنتكلم من 1 ل 100 لحد نوصل ل 1 ل 5 يعني السكيل بتاعنا هيشتغل من 1 ل 100 وهطلب منك بعض التفاصيل 1 ل 5 فده الرينج اللي احنا شغالين عليه من 1 ل 100 و 1 ل 5 دايما الشيت اللي هنستخدمها بتبقى متر في 70 الشيت بتاعت النهارده هي شيت كده تعريفيه وممكن تتعمل يعني على شيت صغير خالص اللي هو 35 في 50 اللي هي ربع فرش او 35 في 50 بس بعد كده احنا هنستخدم الشيت اللي هو متر في 70 في جميع الشيتس اللي هنستخدمها بعد كده. طب ده شكل الشيت بتاعنا هو بس مجرد تعريف
باللاينز وطريقة كتابة الدايمنشنز، كتب ازاي، ازاي اعمل فتحة باب، ازاي اعمل فتحة شباك، ازاي اعمل هاتش للماتيريال، اعبر عنها ازاي. انا عايز اعمل ماتيريال خشب، اعمل هاتش ماتيريال خشب ازاي. عايز اعمل ماتيريال بريك، اعمل هاتش بتاعها ازاي. لان احنا في البيلدينج تكنولوجي احنا ما بنستخدمش كلرز، مفيش الوان، فبالتالي ما حدش يجي يستخدم الكلر الكلرنج في البيلدينج تكنولوجي خالص. ده كله استخدمه هو القلم الرصاص بالانديكيشنز مختلفه للهاتشز تبين لي الماتيريال. انا عايز اعمل ستيل ابينه ازاي، عايز اعمل وود ابينه ازاي، عايز اعمل ستون ابينه ازاي، عايز اعمل السويل اعملها ازاي. فبالتالي الهاتشز كلها بتعبر عن الماتيريال، كل ماتيريال ليها هاتش معينه متعارف عليها. انا ما حاطط لك مجموعه الهاتشز هنا، انا عايزك تزود لي عليهم اثنين انا مش ذاكرهم في الهاتش بتاعك. زودت لي اثنين من عندك حطهم لي على الهاتشز دي. خش على النت واعمل لي سيرش على ماتيريال انا مش ضايفها وابتدي احطها لي، وابتدي اديني ليها هاتشين هاتشز او هاتشين يعني ايه تبقى لي الماتيريال الديفايند اللي انت حطيتها. ابتدي تو تايبس. طيب انا عايز اعمل دايمنشن افقيه، اكتبها ازاي؟ عايز اعمل دايمنشن راسيه برضه اكتبها ازاي؟ عايز اعمل زي ما قلنا فتحه باب وشباك اعملهم ازاي؟ ده الشيت المطلوب مننا تسليمه. انا ما اعرفش انتوا كل هل معاكم شيت يا جماعه ولا مش عاملين حسابكم النهارده؟ لا يا دكتور مش معانا. طيب ده مجازا، انا دكتور بسرعه. الشيت ده مجازا هيتسلم المره الجايه، بس المره الجايه كله يبقى معايا شيتات متر في 70. محدش يقول لي انا معيش في البيت شيت. روح كده سميره علي او روح اي مكتبه هات رز. شوف عندنا عدد شيت، عندك حوالي 12 شيت، هات لنا 12 شيت او هات يا سيدي 15 شيت من اول من دلوقتي عشان تبقى معاك طول الترم في الكورس بتاعنا، تبقى عندك الشيت موجوده معاك طول الوقت، بحيث انت كل مره هيبقى فيه شغل زي ما قلنا في كلاس وورك هيتابع معاك التي اي المسؤول عنك عن الايه الشيت ده، هياخد منك نتيجه الكلاس وورك في نفس اليوم ساعتين، وبعدين الهوم وورك هتسلم المره اللي بعدها زي ما اتكلمنا. قبل ما انهي المحاضره حد عنده اي استفسار، عايز يسال عن حاجه، حاجه مش واضحه في اللي انا قلته نتكلم معاه. دكتور وايه اللي هيتسلم بالظبط المره الجايه كده؟ المره الجايه هو مجرد الشيت ده على لوحه مقاس 50 في 35 هتعمل لي الشيت ده زي ما هو كده نوت تو سكيل. يعني انت ايه، انا كل يهمني ان الرسومات اللي عندي دي تملى الشيت. بالاضافه طبعا احط لي تو تايب اوف هاتشز اضافه على الموجودين، بس طبعا تو ديفرنت تايب يعني مختلفين عن الموجودين. يعني كل حاجه هنا وزياده اثنين وزياده اثنين هاتشز عليهم بس. معلش يا دكتور ممكن نقول تاني التولز عشان ما اروحش اتفضل التولز اللي هنجيبها تاني معلش في حاجه حاجتين في الاخر كده في مسطره حرف التي تمام دي 30 30 60 و 45 قلبه ايه معلش مثلثين مثلثات ماشي مثلثين تمام 60 و 45 تمام تمام هجيب البرجل تمام المنقله تمام ايه هجيب الايه الديفايدر. الديفايدر مش مهم هو سكيل. عارف الديفايدر والسكيل؟ السكيل اللي هو في سكيل، يعني السكيل ده اللي هو بيقول لك 1 ل 50 اللي هو بيبقى مثلث كده. بتكلم عن الديفايدر. مثلثه كده. الديفايدر ده ساعات لو انت عايز تعمل نقل لمسافه معينه، يعني مثلا المسافه دي 2 سم عايز تنقلها الناحيه الثانيه. او هتقسم المسافات 2 سم 2 سم 2 سم. حاجه اسمها ديفايدر بيبقى عامل زي البرج كده بس سنين حديد. بيديك نقطه على الايه؟ على اللوحه. ده ممكن تجيبه ممكن ما تجيبوش، مش شرط بالنسبه لي. بس هو بيسهل ده اللي هو بيبقى مع البرجل ساعات هو عامل زي البرجل بس هو عباره عن ناحيتين حديد ايوه بند حديد من ناحيتين تمام ده هو بالنسبه لنا يعني اكسترا عايز تجيبه هات مش عايز مش فارق بس هو بيسهل في بعض الايه عمل المقاسات يعني بلس الشيت اللي انت هترسم عليه بس دي كل ادواتنا اللي بنحتاجها دكتور مهم جدا في الشيت تعمل لي اسمك يبقى اسم اللوحه يبقى مكتوب شيت نمبر واسمك يبقى موجود والاي دي بتاعك لازم واضحين في المربع اللي انا حاطه لك على الريكتانجل اللي انا حاطه لك على الشمال هنا ده تحت ده اتفضلي اتفضلي منى
كنت عايز اسال بس هي الشيتس اللي هنجيبها بنرسم عليها الفريم وكده احنا نعمل فريم ولا لما نجيبها اوريدي بفريمد؟ As you like. لو انت عايزه تجيبيها بفريمنج ما عنديش اي مشكله, عايزه ترسم عليها فريم برضو ده اكسبتابل وده اكسبتابل, مفيش اي مشكله في الاثنين. تمام, ميرسي يا دكتور. عفوا. حاجه ثانيه يا جماعه مش واضحه في الكورس بتاعنا شغال ازاي او في اللي انا قلته؟ هي اللاينز دي يا دكتور هنرسمها بالدايمنشنز اللي مكتوبه عليها؟ لا هي نوت سكيل, يعني اعملي بس لاين كده واكتبي اي رقم عليها بس افهم بس تكتبي طريقه كتابه الدايمنشن ازاي. اوكي تمام تمام. طب دكتور هو الدكتور هو معلش هو في كده حاجات مش عارفه هي كلها لازم بالمسطره؟ لا مش شرط, يعني مثلا عندك اللي هو الكالت انسوليشن ده ما كنت استنى ده يتعمل ممكن يتعمل فري هاند عادي, والحاجات اللي هي دوتس دي يعني الحاجات اللي في اللي زي كده ممكن من غير المسطره ده عادي جدا. يبقى طبعا لو هاتشز زي كده لا تستخدمي الادوات التولز هاتشز على 45 الهاتشز الرأسيه الهاتشز دي كل الهاتشز اللي ينفع استخدم فيها تول استخدمها, الحاجات اللي ما ينفعش استخدم فيها تول ما استخدمهاش. اوكي تمام. اوكي ايه تاني؟ طبعا زي ما قلت لكم كده الفتره بتاعتنا دي من ان شاء الله تاخدوا ريست وهتجتمعوا مع التي بتاعكم كمان. احنا دلوقتي الساعه كام؟ 9:30 كمان ان شاء الله يعني على الساعه 10 وربع كده هتتقابلوا مع كل معيد خاص بالمجموعه بتاعته. هقول لكم المعيدين الخاص يعني كل مجموعه خاص بالمعيد بتاعها مين. طب يا دكتور احنا هنسلمه ازاي الاسايمنت؟ انت استخدمت سكولوجي قبل كده يا شباب ولا استخدمتوش؟ طيب على سكولوجي في اسايمنت انا حاطه اوريدي, افتح لكم سكولوجي دلوقتي. بصوا في هنا اسايمنت اهو اسمه SH01 Presentation of Drawings. تمام؟ ده اوريدي هتلاقيه موجود عندك على الايه؟ على الويب سايت. انت لو دخلت عليه تقدر تعمل ابلود للشيت بتاعك. تلاقي هنا انت بترفع, انت عندك بيبقى فيه ابلود غير عندي, انا عندي هنا بيبان السبمشنز للناس اللي سلمت. انا عندي مثلا مسجل 32 0 سبميتد, يعني عندي 01 0 يعني ما فيش ولا واحد سلم حاجه لسه. انت لو سلمت عندك في السبمشن هتلاقي في سبمشن عندك ايكون هترفع عليها الشيت. انت زي ما قلت لك خلص الشيت صورها بالموبايل صوره كويسه تبقى واضحه, وبص على الصوره قبل ما ترفعها واضحه خلاص الصوره ارفعها لي, وعايز صوره واحده بس كل شيت عشان يقعد يصور لي 200 صوره. اقصى حاجه لو الشيت عايز تصور صورتين ماشي, بس صوره كامله او ثلاث صور, صوره كامله للشيت وصورتين تفصيليتين النص الاولاني والنص الثاني. يبقى اكتر من ثلاث صور لاي شيت لا ما حدش يعمل كده. زي ما قلت دايما الشيت بتاعنا هتسلم على مرحلتين, المرحله الاولى كلاس وورك هتصوره, المرحله الثانيه في الهوم وورك. في مرحله الهوم وورك بيتفتح نفس التسليمه بتاعت الكلاس وورك بتسلم عليها ريفيجن, حاجه اسمها ريفيجن للشيت بتاعك, فبتلاقي نفس التسليمه مفتوحه انت تعرف تسبميت عليها الشيت بتاعك, تبقى محدد اسمها انها شيت 1 فبتدي هتخش تسلم عليها الشيت بتاعك. طبعا اللي هيسلم بعد الديدلاين مش هتعتبر التسليمه بتاعته, مش هاخدها في الاعتبار. ليه؟ لان انا في الديدلاين الاولاني بتاع كلاس وورك خلاص انتهى, ما دام انا فتحت تسليمه تاني معناها ان انا مش هقبل اي درجه كلاس وورك حتى لو سلمتها تاني. اي تسليمه بعد كده على فكره ما بتتقفل ما بتتفتحش تاني خلاص. يبقى انا التسليمه الاولانيه خلصت وسلمنا الهوم وورك اتقفلت ومش هتتفتح تاني. يبقى التسليمه بتتفتح بس عشان تسلم فيها الهوم وورك فقط لا غير. ما بعد الهوم وورك ما بتتفتحش تسليمه تاني خالص. تمام يا شباب؟ واضحه كده التسليم فين عندنا على سكولوجي؟ ده دائما وسيله التسليمات. كل الاساينمنتس بتاعتك وكل الكلاس وورك كلها هتبقى مسجله على عندي على سكولوجي. خلاص؟ فانت كل الجريدز بتاعتك كلها هتبقى دوكيومنتد على سكولوجي. تمام يا شباب؟ واضحه كده النقطه دي؟ دكتور في امل ننزل الجامعه؟ في امل ايه؟ ننزل الجامعه. ننزلوا الجامعه؟
هو في الايام اللي قلنا عليها الى الان الايام انت كنت معنا من اول الليكشر؟ لا. طيب الايام اللي قلنا عليها بالاحمر دي هي الايام اللي فيه فيزيكال كونتاكت بيننا وبينه. انا هوريها لك تاني، انت ممكن ترجع لي المحاضره او اللي انا رافعها بي دي اف وهتبان معاك، بس هوريها لك برده تاني. وبيبقى الساعه كام يا دكتور؟ نعم بيبقى الساعه كام يعني في الايام اللي انزل فيها دي؟ برضو هي المواعيد بتاعتنا من 8:30 ل 2. بص ال ال كانت بتسال دلوقتي الفيزيكال كونتاكت امتى؟ دي ده المواعيد بتاعتنا الفيزيكال اللي متعلمه باللون الاحمر، يوم 21/10، يوم 11/11، دايما الايام دي هتوافق يوم 4. تمام؟ فدي الايام اللي فيها فيزيكال كونتاكت بيننا وبين. الايام دي الوحيده فيزيكال كونتاكت، كل الايام الباقيه دي اونلاين كونتاكت. يعني مثلا الاسبوع الجاي اوريدي عندنا فيزيكال كونتاكت يوم 4، يوم 21/10، هنتقابل فيها كلنا في الاكاديميه. السبت الجاي مفيش حاجه. ليه ما عندكش التاريخ ده مش موجود. السبت الجاي مفيش حاجه اونلاين. سبت احنا يوم الاربعاء الجاي هنلتقي في الاكاديميه الساعه 8:30. تمام يا شباب؟ واضحه كده الموضوع ماشي ازاي؟ اللي جاي ولا اللي بعده يا دكتور؟ اللي جاي يوم 21/10. مش اللي جاي ده 21/10 يا جماعه ولا ايه؟ اللي جاي مش 21/10. دكتور الاساينمنت هسلمه يوم 21 ولا السبت؟ ثواني بس اشوف الاربعاء الجاي كام، انا ممكن يكون غلطان في التاريخ، سوري. الاربعاء اللي بعده. مش بتاع الاسبوع ده يعني، الاربعاء بتاع الاسبوع الجاي. لا مش الاربعاء اللي جاي مباشرة. مش الاربعاء اللي جاي ده على طول، لا انا بتكلم الاربعاء الاسبوع اللي جاي. بصوا يا شباب، هي انا بتكلم على ويك، يعني هنا ايه؟ الويك الاولاني. بصوا هنا في حاجة اسمها ويك 1 ويك 2. انا بتكلم الاربعاء اللي في الويك الثاني. مش الويك 1، ده ويك 1 بالنسبة لنا. احنا جينا ايه؟ قابلنا يوم سبت اهو، يوم 10/10 ده الويك 1، احنا تقابلنا يوم سبت. ويك 2 الاسبوع الجاي هنتقابل يوم 21/10. مفهومه دي؟ تمام يا دكتور. طب الاسايمنت يا دكتور، طب الاسايمنت يا دكتور هنسلمه يوم السبت ولا هنسلمه الاربعاء؟ لا الاسايمنت بتاعك ده هتسلم الاربعاء كل مره، يعني هتسلم المره اللي بعدها. يعني انت لو عندك المره الجايه الاربعاء يبقى يوم الاربعاء هيتسلم، يعني انت هتجيبه معاك المره الجايه وانت جاي. بس برضه بلس الاسايمنت سلمولي على الايه؟ على سكولوجي. على سكولوجي كل حاجه دوكيومنتد على سكولوجي. ليه؟ لان انا هديك الجريد اوريدي على سكولوجي. طب دكتور معلش انا عندي سؤال، هو كده بقى الاسبوع الجاي ويك 2 هبقى يعني يوم السبت مش هيبقى عندنا بيلدينج اصلا، ويعني هتبقى بدلها يوم الاربعاء؟ مظبوط. تمام اوكي ميرسي. يعني احنا يا دكتور خلاص نمشي على الجدول ده بالظبط كده. بالظبط كده كل المحاضرات. حصل اي تغير هقول لك. دي المواعيد اللي كانت من الاكاديميه. لو حصل اي تغيير في المواعيد انا هقول لكم، بس هو الى الان ما فيش اي تغيير فيها ان شاء الله. معلش يا دكتور واخر سؤال، هو الشيت كام في كام تاني معلش؟ الشيت الاولاني اللي هو اللي احنا هنعمل فيه الهاتشز والبرزنتيشن اوف دروينج ده 35 في 50. والشيتات بعد كده طول الترم هنشتغل على متر 70. تمام. 35 في 50 يا دكتور؟ 35 في 50 ده الشيت بتاعت النهارده. اي اسئله ثانيه؟ طب دكتور معلش، وبالنسبه للاسايمنت هرسم نفس الهاتشز بس زيد عليهم حاجتين من النت صح؟ يعني هجيب اي بين تو هاتشز، تو ديفرنت هاتشز مختلفين عن مين؟ عن اللي انا مديهم لك. تمام اوكي اوكي تمام. هشوف لي ماتيريال جديده انا مش كاتبها وهدي لي على هاتش. وتبينهم في الاخر، يعني انت حطهم في الاخر كده عشان يبينين الاضافه بتاعتك فين، عشان تساعد اللي بيعلم يبقى عارف ان انت ضفته. تمام اوكي. اي استفسارات اخرى يا شباب؟
خلاص بإذن الله الساعة 10 وربع هتلتقوا مع المعيد المسؤول. أنا عايز بس مهندسة سلمى تقول لنا كده يعني هم هتلتقوا معهم إزاي؟ تحطوا لهم على سيكولوجي كل جروب هنحط لهم لينك للزوم ميتنج ولا إيه؟ ماشي تمام، كل معيد يحط زوم. يعني انت دلوقتي انا هبلغ دلوقتي الطلبه مين مع مع انهي معيد، فبالتالي هيخش على اللينك اللي باسم المعيد ده عشان يخش على اللينك بتاعه. انتوا دخلتوا يا جماعه ازاي من على الميتنج؟ على سكولوجي ولا منين؟ موديل. على موديل؟ يعني نحط لكم على على خلينا نحطه على سكولوجي يا جماعه عشان يبقى الدنيا واضحه، اوكي؟ بصوا على سكولوجي هنا، الحاجات التنظيميه دي البسيطه هنخليها على سكولوجي كلها. هنا هنحط لكم لينكات، شايفين الفولدر ده ويك 1 ويك 0 1 انا عامل لكم شير للسكرين ثواني. ويك 0 1 ده يبقى كل معيد هيخش دلوقتي يحط لكم لينك ليه عشان تخشوا على الميتنج على طول. يعني هنا ليكشر 1 دي كان محطوط لها لينك للزوم ميتنج اهو، هنحط برده بدل ليكشر 1 هنحط بقى هنا ايه مثلا مهندسه سلمى ميتنج، فتخشوا عليه اللي هو اللي مع مهندسه سلمى هيخش عليه، مهندس راجي، مهندسه روشان، فكل مهندس هيبقى ليه لينك هنا، هيظهر لك ثلاث لينكات اضافيين هنا، الثلاث لينكات دول كل واحد هيخش على المهندس اللي معاه في الميتنج ده. طيب هنقول بقى مين مع مين دلوقتي. طب هو انا المفروض ادخل سكولوجي ازاي يا دكتور؟ المفروض تدخل سكولوجي ازاي؟ المفروض في كود. مهندسه سلمى مشكوره، انت دخلت على موديل؟ طيب انت دخلت ازاي على الميتنج؟ لا، حد بعته على جروب الجروب بتاع الدفعه. طيب نفس الحد ده مشكورا او حد تاني على جروب الدفعه يبعت الكورس كود بتاع سكولوجي. بصوا هنا في كورس كود مكتوب تحت على الشير، شايفين تحت هنا يا جماعه في كورس كود اهو شايفينه؟ انا هدخله دلوقتي هحطه دلوقتي على الزوم اهو، او اكسس كود للكورس الشاتنج هحطه لك وتسيبه عندك رجاء يعني. تمام شكرا يا دكتور. الاكسس كود بتاع الكورس بتاعنا انا هحطه في الشاتنج حالا. ماشي شكرا دكتور. عفوا اهو. بعت لكم الاكسس كود دلوقتي، اي حد ما مش عامل جوين للكورس يعمل جوين للكورس على سكولوجي. هقول لكم بس ترتيبه المعيدين. انا ممكن بس افهم دكتور يعني موضوع الجروبات ده اوضح شويه. ممكن ايه؟ اعرف موضوع الجروبات ده يعني هنتقسم يعني احنا مش معانا مش مهندس ساره بس سلمى ولا هقول لكم دلوقتي الجروبات اهي. دلوقتي مهندسه سلمى شايفين دلوقتي السكرين باينه. مهندسه سلمى معاها من 1 ل 13 من اول جاسمين لحد فاطمه الزهراء. انتوا عارفين ترتيبكم ولا مش عارفين؟ ما كل واحد يا جماعه يعمل برنت سكرين اللي انا عامله دلوقتي. عارف برنت سكرين عندك في الكيبورد؟ اول ثلاث ملفات دول بلاش، انا الثلاث ملفات دول هرفعها لكم على سكولج عشان كل واحد يبقى عارف مجموعته مين. تمام؟ هرفع لكم الثلاث ملفات دول. مهندسه سلمى معاها من اول جاسمين لحد فاطمة الزهراء. مهندس راجي معاه من أول كريم عمرو لحد مريم خالد. مهندسة روشان من اول مريم طارق لحد يمنى احمد. وانا اوريدي برضه ايوه السكرين ما اتغيرتش من دكتور سلمى. معقول ما اتغيرتش؟ طيب
دي ده مهندس راجي من اول كريم عمرو لحد مريم خالد. مهندسة روشان من اول مريم طارق لحد يومنا احمد. بالاضافة لكده انا هرفع لكم ثلاث ملفات دول على السيكولوجي عشان كل واحد يبقى عارف معاني تي اي. دكتور وانا مشوفتش بس اسمي ولا واحد من الثلاثة. طب انت اخش على السيكولوجي وازاي اسمك مش موجود في دول واحدة؟ اسمك ايه؟ عمرو محمد عبد العظيم. عمرو محمد عبد العظيم. دكتور هو انا كمان برضو ما شفتش اسمي. اسمك ايه؟ نهال. نهال صالح. نهال صالح. طيب يا نهال، نهال انت مع مهندسة روشان اوكي وعمر لحد ما نشوف الموضوع ده. انت عمر محمد. عمر محمد عبد العظيم. وعمر انت هتبقى مهندسة سلمى لحد ما بس انتوا اكدوا بس ان اساميكم نازله على السيستم معايا في الكورس. وانا يعني موجود عندي كورس على مودل وعلى البورت نفسها فمش عارف. يعني انت موجود معايا في موجود معايا انا ولا موجود مع حد تاني؟ مع حضرتك. عمرو قول لي الاي دي بتاعك. 18 10 4 6 7 8. طب احنا هنتشيك الموضوع ده عمرو، بس انت اوريدي دلوقتي هتبقى مهندس السبت. دكتور ايوه هنفضل مع الباشمهندسين لاخر الترم. لحد اخر الترم هتفضلوا مع المهندسين اللي معاكم. تمام ماشي. في الفيزيكال كونتاكت بقى هتبقى طبعا ايه، انت عندك فرصه تحتك بالايه، بالثلاثه تي اي ده بقى في التسليمات والسبمشنز. انت اوريدي مستمر معانا ماشي، يعني انت عندك فرصه الالتقاء معانا ومع معايا ومعاهم في الاربع مرات اللي هننزل فيهم او الخمس مرات بتوع الايه؟ يوم الارض. تمام؟ اي استفسار اخر يا شباب قبل ما ننهي المحاضره؟ طب اشكركم كده على حسن الاستماع وان شاء الله تلتقوا زي ما قلنا كده، هو الوقت عدى ربع ساعه كمان يعني ممكن تلتقوا الساعه 10 ونص مناسب للجميع. 10 ونص ان شاء الله تلتقوا مع التي اي المسؤول عنكم. شكرا ليكم، نلقاكم المره الجايه على خير باذن الله. شكرا، مع السلامه.